بسم الله الرحمن الرحيم. مع الكنز العظيم من جديد من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس. أنا كنت قلت لحضراتكم قبل ذلك، طبعا الحديث المشهور المعروف أن الإنسان إذا فرغ من الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ممكن أكثر الناس تعلم هذا الحديث. كنت قلت لحضراتكم كنزا آخر قريب من هذا الحديث، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء، لكن قلت لحضراتكم اتوا له عند الوضوء لانه المتن بتاع الحديث قريب من هذا المتن، لفظ الذكر نفسه قريب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منها وان الجنه حق وان النار حق، غفر له على ما كان عليه من عمل، وفتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من اياها شاء. نفس الكلام بس مع زياده، وان عيسى عبد الله ورسوله وابن امته وكلماته القاها الى مريم وروح منه. قلت لحضراتكم انا بعمل كده، وده اقتراح يعني. الحديث ما يقال الذكر ده يقال في اي وقت، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، بس انا قلت لحضراتكم قولوا بعد الوضوء الشيء بالشيء يذكر، لانه في تشهد او في شهاده شهادتين، ويعني نفس الكلام وفي زيادات وفي نفس الثواب انه بتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه. فبدل ما نقول حاجه نقول حاجتين، هذا اوقع واضمن في الوصول الى المنزله العظيمه ان ربنا يفتح لك ابواب الجنه الثمانيه. النهارده في الذكر الجديد برضه يقال بعد الوضوء، بس ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله صراحه يقال بعد الوضوء، فيه فضل عظيم. رواه عبد البديع الشيباني، الامام الحافظ عبد البديع الشيباني، في كتابه مكفرات الذنوب وموجبات الجنه. ورواه ايضا ابن السني في كتابه العمل اليوم والليله، عمل اليوم والليله في عن من حديث عثمان بن عفان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يفرغ من وضوء او من حين يفرغ من وضوئه ثلاث مرات اشهد ان لا اله الا الله لم يقم حتى يصير كما ولدته امه. لم يقم حتى يصير كما ولدته امه. بس حاول تستحضر المعنى، يعني بعض العلماء قالوا في التفسير التحقيق السلوكي ان هو يحس بوحدانيه الله سبحانه وتعالى. انك تقول اشهد ان لا اله الا الله ثلاث مرات. انت لو قلت الذكرين اللي انا قلتهم دول، فاضل لك قلت اشهد ان لا اله الا الله مرتين، فاضل واحده. والله لو قلت اشهد ان لا اله الا الله ثلاث مرات بحس يبقى الحديث ده منفصل عن ده منفصل عن ده، يكون اوقع وافضل. يكون اوقع وافضل. يبقى نقول الذكرين دول ونقول كمان بعدهم تاني عملا بهذا الحديث، واحتسابا لهذا الاجر العظيم انك ستخرج من ذنوبك كيوم ولدتك امك. وده فعلا ده فضل عظيم جدا. شوف الرسول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ لم يقم حتى يصير، والحديث ان شاء الله حديث حسن صحيح، لم يقم حتى يصير كيوم ولدته امه. اشهد ان لا اله الا الله ثلاث مرات. ف فضل عظيم جدا. يبقى نقول ده ونقول ده ونقول ده، وانا هكتب لكم الذكر الحديث في الوصف ان شاء الله. اذكركم شو قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.